سيدة نورة برعي أصرت عليها النيابة ديال أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. لا يسعنا إلا أن نتوجه إليكم الشكر الجزيل لكل الشركاء والداعمين والمحسنين اللي كيقدموا يد العون واللي كيخدموا وكيقدموا مساعدات لهذه الجمعية باش تحقق الأهداف النبيلة ديالها. في المقدمة عندنا السي محمد القاسمي وهو مغربي من ساكنة مدينة طنجة، مهاجر بالديار الفرنسية، اللي قدم لنا هيبة هي عبارة عن سيارة إسعاف. كنتوجهوا بالشكر كذلك للحسن بالفقيه مسير ومالك لمؤسسة مطابع تبيرو مكاتب تفيلات، والأخ ديالو مولاي مصطفى بالفقيه صاحب مؤسسة إيكوكيز. كنتوجهوا كذلك مولاي حسن رشيدي صاحب المؤسسة ديال داسيا رونو فرع ديال الرشيدية. كنقول لهم جزاكم الله خيرا على هذه الأيادي البيضاء وعلى هذه المكرمات اللي قدمتوها لفائدة الجمعية ديالنا. فعل هذه الفئة، اللي هي أمس الحاجة لنا أنها تم تأهيلها ولا تم إدماجها ولا تم يعني النضال والمرافعة من أجل هذه الفئة هذه. بالتالي ارتئينا احنا ومجموعه ديال الفاعلين الجمعويين اللي منهم السي المنصور ومنهم الاستاذه فاطمه والاستاذه نوره ومجموعه ديال الفاعلين اننا ناخذ المشعل في هذا الاتجاه، خاصه في النضال والمرافعه من اجل واحد المقاربه حقوقيه اللي كتنصف هاد الناس ذوي الاحتياجات الخاصه بالامكانيات، يعني الحمد لله اللي اكتسبنا بالاليات اللي اكتسبنا في الحق الجمعوي. كاين اكراهات كبيره وكاين خصاص كبير في الجهه، دونك حنا هاد الفكره جات انه ناسسوا هاد الجمعيه ديال قوافل الامان. من بين الدوافع الاساسيه اللي دفعتنا لترتيب مثل هذه الانشطه وهو انه كنلاحظوا بان ذوي الاحتياجات الخاصه كيعانيوا من نقص في التجهيزات وفي المعدات اللي منشأنا تساعدهم على المعيش اليومي، وكاين الخصاص بقوه وحنا مراهنين على الشركاء ديالنا سواء بديار المهجر او المتواجدين داخل التراب الوطني على اساس الدعم ديالنا والمسانده ديالنا في تقديم مجموعه من المعدات اللي غادي نوزعوها. والحمد لله انهم مجدين واحد البرنامج موسع سواء على مستوى المعدات وتوزيع المساعدات او على مستوى تنظيم القوافل الطبيه بجهه درعه تفيلات. كانت مجموعه من الكراسي المتحركه، كان بينها كرسي متطور متحرك الي وكهربائي لفائده هذا الشاب، وكاينه كراسي متحركه عاديه، كذلك كاين معدات اللي كتساعد على التنقل ديال الشخص اللي كيعاني من صعوبه ديال المشي ديالو داخل البيت او خارج البيت. والجهة الرشيدية اليوم الجمعية قدمت لك واحد الكرسي متحرك، اش كيشكل لك هذا الكرسي هذا؟ اش ممكن يقدم لك مثلا في الحياة اليومية ديالك؟ هو بمثابة بما باش نقولها نيت بطريقة صريحة انه بالنسبة لي رجلي فهمتيني، ومع البرد وبزاف يعني غادي يعاوني في قرايشي ويعاوني في انني نوصل لاي حاجه بغيتها بكل سهوله، وكنشكرهم بزاف. عندي اولى باك ليتر هذا العام. وبالنسبه للاعاقه شنو المفهوم ديال الاعاقه بالنسبه لك انت؟ الاعاقه نقول لك الاعاقه كاينه في الجسد وما كايناش في العقل، كاينه في العقل وما كايناش في الجسد، والاعاقه ماشي هي نهايه العالم. وكنظن ان الاعاقه تقدر توصل بها بزاف د الحوايج اللي ما يقدرش يوصلهم واحد برجليه، فهمتيني، حيت المعاق عنده نظره مخالفه للمجتمع. شكرا. النظره ديال الناس المعاق، المجتمع هو اكثر حاجه كتأدي المعاق. يعني كاين المجتمع ينقسم الى نصفين، هناك من يساعد يعني يقدر يعاون ويقدر غير ابتسامه من شخص اللي عنده معاق كتعطيه امل، كتعطيه روح جديده. وكاين واحد القضيه اخرى اللي ممكن نظره احتقار ونظره الاخر، وخاص المعاق ما يديهاش في هذه النظره هذه نهائيا. شنو الطموح ديالك انت في المجال الدراسي وفي الحياه ديالك؟ شنو الطموح ديالك؟ انا عندي طموحات بزاف، وانني غادي نوصل الاعاقه لواحد المستوى اللي ممكن ما عمر شافوا العالم من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بعدا نبغيو نشكروا السيد اللي وهبنا اللي عطانا هاد لومبيلونس هادي، اللي هو السي محمد قاسمي اللي هو مهاجر في الدير الفرنسيه،
من مدينه سات، وهو عندنا معه ديجا بعدا كنا دايرين معهم واحد الشراكه فيما يخص الكودير ديال الفوت فوتبول، فكنمشيو عندهم كيجيو عندنا والله يجزيهم بخير، ارتأوا انهم يعاونونا بهذا الامبولانس. المهم حنا كنا من طلبنا لهم هذا الامبولانس واحد لو بيوس، الحمد لله دابا جاتنا الامبولانس، كنتسناو ان شاء الله لو بيوس، لان كاين كي كتعرفوا كاين خصص كبير في هذا المجال هذا، وخاصه انتم كتعرفوا انه المدينه بعيده واقرب سي اش او هو 350 كيلومتر فاس، دونك حنا كنشوفوا شنا بان الناس كتعاني لان الغلاء ديال هذا والنقص ديالهم الشديد، فاحنا جبنا هذا الامبولانس انه نقدموا خدمه للناس الضعاف، وحنا ان شاء الله غادي تكون بالمجان، غتكون هذه بالمجان، نقل بالمجان مثلا، وغادي يمكن تستعمل حتى في مثلا في الدفن مثلا الا كان، دونك هذا هو الطبع فاش جات هذه المبادره هذه. وبالمناسبه مره اخرى باسمي وباسم اعضاء الجمعيه كاملين كنشكروا السي القاسمي واحد الشكر كبير، والاخوان في سات، وكنتمناو ان شاء الله نتمناو لهم ان شاء الله التوفيق، ونتمناو ان شاء الله الشراكه بيننا وبينهم تدوم وتزيد توطد ان شاء الله بحول الله. يعني الاعمال يعني المستقبليه اللي كتفكر فيهم الجمعيه انها تنظمهم في الرشيديه وفي الضواحي ديالها؟ هي الجمعيه ان شاء الله كيف قلنا الاهداف ديالها هو ان شاء الله هو في هذا المجال الطبي الصحي، لان كيف كتعرفوا كاين خصص كبير، فاحنا ان شاء الله مقبلين على باش نديروا ان شاء الله قوافل طبيه، وهذا هو كاع ليسونسيال ان شاء الله، بغينا نديروا قوافل طبيه في البلايص في المدينه اللي فيهم الهشاشه وفي العالم القروي بالخصوص. وحنا ان شاء الله مقبلين في شهر مارس في 24 مارس بالضبط على واحد الحمله طبيه كبيره اللي غادي يشارك فيها تقريبا واحد 54 واحد بشراكه مع واحد الجمعيه في مكناس، واللي عندها حتى هي شراكه مع مؤسسه محمد الخامس، واللي ان شاء الله غادي تجيب لنا معدات وغادي تجيب الادويه، وغادي ان شاء الله اتفقنا معهم ان غادي يكون الفحص ديال الازيد من 1000 مواطن، دونك تقريبا فيها 54 واحد، وان شاء الله دونك كيف قلت لكم هذا هو الهدف ديالنا ان شاء الله نخدموا في هذا المجال هذا، لان فيه حتى هو فيه خصص كبير، وكنتم عارفين المعاناه اللي كيعانيوا الناس في هذا الميدان الصحي، وهذا هو الهدف ان شاء الله بحول الله. مبروك عليك ان شاء الله، الله يجازيك ربي ان شاء الله، الله يجازيك ربي ان شاء الله، الشريفه يجازيك ربي ان شاء الله، الشفاء الشفاء ان شاء الله، الله يوفقكم كاملين، الشفاء ان شاء الله، الله يبارك في والديكم، والله عن سيد ربي انصر سيدنا ويعاونكم، الله يحمي سيد ربي يعطيكم داكشي اللي تمنيتو في خواطركم، كيف فرحتوني بيا الله يفرحكم عند الله.